أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم على بساط الحكايات. نزور وإياكم في هذه الحلقة إحدى الحدائق الغناء لنتابع أحداث حكاية جرت لإحدى أسر البلابل فيها، وقد سجلت هذه الحكاية الكاتبة عواطف الشربيني في قصتها أسرة البلابل الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية في القاهرة في عام 1999 للميلاد. ملخص القصة: في إحدى الحدائق الواسعة يا أصدقائي، كان يعيش بلبل جميل المنظر عذب التغريد، وفوق إحدى الأشجار العالية برع هذا البلبل في بناء عش لزوجته بلبلة لكي تضع بيضها، وبعد أيام وضعت بلبلة 3 بيضات اشترك الزوجان في حضانتها حتى فقست، وهكذا صار عليهما مضاعفة جهديهما لرعاية الصغار، فكان الزوج يسعى كل يوم لجمع الغذاء لإطعام الصغار، كما كانت الأم تقوم بواجبها أيضا نحو بيتها وصغارها. وبعد مضي فترة من الزمن يا أحبائي، بدأ الزوج يضجر ويضيق بعمله، كما بدأ يتكاسل عن القيام بواجبه، وبدأت الخلافات تظهر بين الزوجين. وفي أحد الصباحات أيقظته زوجته ليخرج ويبحث عن رزق الصغار ويأتي بالطعام ليطعمهم ويطعمها، لكنه لم يستجب لكلامها، بل قال لها: ليس من العدل أن أستيقظ مبكرا كل يوم وأقضي النهار في شقاء من أجل إحضار الطعام لك وللصغار، وأنت هنا في العش تنعمين بالراحة بين صغارك. فغضبت بلبلة ورددت قائلة: يبدو أنك لا تشعر بي وبتعبي مع صغارك، إنني أعتني بنظافتهم وأطعامهم وحراستهم من الأعداء، كما أعتني بالعش ونظافته على الدوام، إنني أتحمل من الأعباء أكثر مما تتحمل أنت، بالإضافة إلى أنني محبوسة في هذا العش بجوار الصغار، وأنت تنعم بالحرية والانطلاق بين الحدائق والمزارع والحقول. دب الخلاف بين الزوجين كما ترون يا أعزائي، وارتفعت حدته حين قالت بلبلة: إن كل واحد منا له دور يؤدي، وإن كان هناك من يستحق الراحة فهو أنا لا أنت. عند ذلك ردد البلبل قائلا: ما دام كل منا غير راض عن عمله ويشعر بأنه مظلوم، فأنا أقترح عليك أن أبقى في العش مع الصغار وأنت تذهبين لإحضار الطعام. وحين سمعت بلبل ذلك فرحت ووافقت، ظنا منها أنها ستنعم في عملها الجديد بالحرية والراحة. وهكذا يا أصدقائي انقلبت الأدوار، فطارت بلبلة بحثا عن الطعام، بينما بقى بلبل في العش للعناية بالصغار. اعتقدت بلبلة أنها مهمة سهلة، وأنها ستعدو حين تطير من حقل إلى حقل ومن حديقة إلى أخرى، ولكن سرعان ما خاب ظنها حين فاجأها أحد الصقور الجارحة الذي كان يتربص بها ليفتك بها ويحملها إلى عشه لتكون غذاء لصغاره، لكنها أفلتت منه بأعجوبة واختبأت في مكان آمن إلى أن تواتيها الفرصة المناسبة للهرب والعودة إلى زوجها وصغارها. في هذه الأثناء يا أحبائي، كان الزوج يعيش حالة من التوتر والحيرة بعد أن أرهقه الصغار بمطالبهم التي لم يألفها، فهذا يصرخ جوعا يريد الطعام، وذلك يشعر بالبرد ويطلب من أبيه ضمه تحت جناحي، في حين اقترب الثالث كثيرا من حافة العش يرقب عودة أمه، فوقع من فوق الشجرة فارتفع صراخ الأب والصغيرين هلعا، فتجمعت العصافير وساعدته على حمله إلى العش. لم يمضي وقت طويل حتى شعر الأب بالإرهاق وعرف أن عمله الذي كان يقوم به هو في الحقيقة أسهل وأرحم من العمل الذي كانت تقوم به زوجته. وفي الطرف الآخر أعزائي المشاهدين،
انتظرت بلبلة طويلا في مخبئها حتى غادر الصقر، فطارت عائدة إلى عشها وصغارها بعد أن أدركت ما كانت فيه في عشها من سعادة وهناء، واقتنعت كل القناعة بأن كل كائن ميسر لما خلق له. وبدوره قال لها الزوج: الآن عرفت أن لكل منا دورا يؤديه، ومن الآن سأقوم بعملي الذي كنت أؤديه ولن أقصر فيه أبدا، فلن تذهبي للبحث عن الغذاء بعد الآن. وهكذا يا أصدقائي عاد الوئام إلى العش، وعاش الجميع في محبة وسعادة واستقرار. أعزائنا المشاهدين، إلى هنا تنتهي قصتنا لهذا اليوم، وننتقل إلى الزميلة مها القلاف لتوزيع الهدايا على أصدقاء برنامج على بساط الحكايات المتفوقين في دراستهم. فإلى هنا. موجودين في ورش البنات في مدرسة التأهيل، معنا أكثر من مواهب، لكن اليوم معنا موهبة التطريز، ومعنا طالبات تميزوا في التطريز وبالخياطة، ومعنا أبلتهم. أبلة صبا شلونك؟ زين الحمد لله. يعطيك العافية حبيبتي. الله يعافيك. أبيك تكلمين شوية عن الورش وشون أنتم تعاونون مع الطالبات وطريقة التعليم عندكم فيها. والله تعاملهم زين معهم، مو بشدة ولا بالقوة، ويعني كذي يعني بين هم إيه قاعد تشوفين تجاوب معهم إيه إيه وايد إيه وايد وايد إيه وايد. نحكي طالباتك. يلا نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفين عن اسمك؟ نورة. نورة أنت تحبين التطريز بهوايتك التطريز والخياطة؟ إيه. حلو. وبعد شنو عندك هواية ثانية؟ الرسم. الرسم مشتركه بعد في موهبه الرسم؟ لا. اوكي زين. احنا قالوا لنا انكم انتم ما شاء الله اللي قاعده تخيطون هذه الاشياء وقاعدين تسوونهم. بس مو كلهم. مو كلهم يعني بعضهم اخذوا وبعضهم خذوا. يعني بس انكم قاعده تعودونهم وتساعدونهم في الاشياء. تعالي بني يمي. يلا تعالوا تعالوا تجمعوا يمي. تعالي يمي. ابيكم كلكم تتكلمون عن مواهبكم يا اليوم. يلا عارفين عن اسمك اول شيء؟ امل. امل. امل انت موهبه بالخياطه وبالرسم موهبتك فيها ولا عندك موهبة ثانية؟ لا كرة سلة. كرة سلة وايد حلو. انزل والخياطة تطريز. ايه الخياطة هو يبدأش على التطريز فيها صح؟ ايه بس تطريز شلون؟ يعني في فرق. اي هو التطريز يندرج من تحت الخياطه، يعني تطريز الخياطه، القص، الكربون، هالامور هذه كلها. لا ما عندكم فيها شيء. احنا التطريز ما عندنا، بس بالتطريز فيها. بس بالمفارش. بس احنا المفارش والكوشيات. حلو حلو متنوعين فيها. يعني شنو سويتي بالتطريز؟ قولي لي شنو خيطتي وطرستي؟ رسومات وبس. ومفارش سويتي؟ اي زين. بس حق الورشة هني ولا سويتي أشياء ببيتكم بعد؟ لا سويت أشياء ببيتنا، يعني أرسم وكذي. وايد حلو. أفيد من أحسن شيء. حياتي. أنتوا تدون إحنا ليش وياكم اليوم هني؟ إحنا جايين ندعمكم فيها. إحنا درينا إنه ما شاء الله عندكم طاقة وعندكم مواهب ما شاء الله وايد حلوة. دورنا إن إحنا نكون وياكم اليوم ونساعدكم ونقول لكم برافو. تميزكم بشيء اللي انتم قاعدين تسوونه هذا وايد شيء حلو واحنا نفتخر فيه. عشان كذي اليوم أسرة برنامج بساط الحكايات جايينكم اليوم هني عشان نميزكم ونقدم لكم هدية بسيطة عشان التميز اللي انتم فيه. احنا اليوم موجودين وياكم هني نبي نقدم لكم هدية بسيطة تشجيع على الموهبة اللي انتم قاعدين تقدمونها ما شاء الله، ونقول لكم ان شاء الله احنا معاكم. وانا طمعانة بصراحة انكم تسووا لي شيء خاص فيني. ان شاء الله المره الجايه لما اكون موجوده اطمع اني انا اكون لي شيء مميز حقي. راح تسوي لي؟ اي يلا ان شاء الله. وعد وعد ان شاء الله. وهذه هديه بسيطه حق الجميله
نورة. نورة والنعم حبيبتي. وهذه حق أمل. مشكورة الله يعافيك. وهذه حق فاطمة. مشكورة والله ما قصرت حبيبتي. إن شاء الله نشوفكم من تميز إلى تميز. وهذه حق أفراح الحلوة. شكرا. ويعطيكم العافية أعزائنا المشاهدين، ونرجع لزميلتي نورة في الاستديو. شكرا. وصلنا وإياكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقي، تقبلوا منا أجمل تحية. إلى اللقاء.